انا اسمي هيثم محمدين، محامي عمالي وعضو في الاشتراكين السوريين. الندوه النهارده عنوانها حقوق العمال بعد فوات عام على بدايه ثوره يناير. في الحقيقه انا في الاول حابب بس نوجه تحيه لشهداء الثوره طبعا في الاول، وللعمال اللي بدأوا الحركة الاحتجاجية من 2006 ولم يتوقفوا أثناء الثورة وحتى اللحظة، وتحية للشباب الثوري اللي ظل في الميادين وفي الشوارع يتظاهر لاستكمال مطالب الثورة لحد اللحظة دهيت. وطبعا على الجانب الآخر في فريق المجلس العسكري والثورة المضادة والعرايس اللي بيحركهم طول الوقت، واللي كانوا مجتمعين امبارح في مشيخة الأزهر وقدروا يلموا الشامي على المغربي، والناس اللي كانوا داخلين في خناقة وهمية أخيرا اتفقوا، أو أخيرا أعلنوا اتفاقهم اللي احنا من الأول كنا عارفين إن هم هيتفقوا، من أول المرشد العام لحد البابا شنودة وشيخ الأزهر محمد سليم العوا والجنزوري والشيخ عماد عبد الغفور والشيخ السيد البدوي وكل الاخوه قيادات الاحزاب السياسيه والاخ نجيب ساويرس، كل الناس اللي كانت بتتخانق في الفتره اللي فاتت اخيرا اتفقت قبل 25 يناير. وده بيشاور لنا قد ايه المجلس العسكري قادر يتحكم في كل هذه العرايس ويجمعهم ويقعدهم مع بعض ويخليهم يتوافقوا على ما هو وضعه، وخلى الشيخ الازهر يكتبه في وثيقته. الكلام ده بيقول لنا انه دلوقتي الثوره فرزت فرز واضح جدا، فرز مين قاعد يتظاهر من يوم التنحي لحد اللحظه دهيت ويدفع الثمن في الشوارع ويتذبح في الشوارع علشان يستكمل مطالب الثوره، والناس اللي بتقعد وتجتمع وتتفق رغم كل ما اعلن والخلافات اللي اعلنت في الفتره اللي فاتت على الوثيقه اللي موافق عليها المجلس العسكري. بعض الناس اللي كانوا حاضرين في الاجتماع اللي تم في مشيخه الازهر، كان منهم طبعا الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحريه والعداله، كان له تصريح الاسبوع اللي فات بيطالب فيه العمال بوقف الاضرابات. ومنهم رجال اعمال ومنهم احزاب نجحت وخدت كراسي كتيره في البرلمان. الحقيقه قبل ما يتكلموا عن او يطالبوا العمال بوقف الاضرابات كان لازم الكلمه الاولانيه هي فين مطالب العمال؟ بعد سنه من الثوره فين هي مطالب العمال؟ وانا مش فاهم ازاي ممكن يقعدوا مع حكومه الجنزوري وياخدوها بالاحضان ولسه ملايين العمال أوضاعهم ما اتحسنتش، مئات الألوف من العمال بيحتجوا وعشرات الآلاف منهم على الرصيف في كل مصر. الحقيقة إن لو بصينا على الحركة العمالية بداية انطلاقتها الكبيرة في 2006 ولحد دلوقتي هنلاقيها عدت على أكتر من مرحلة. المرحلة الأولانية هي كانت فترة الصعود الكبير جدا اللي بدأ في 2006 واستمر لحد سنة 2010، وكانت في حركة إضرابية كبيرة جدا قام بها العمال في المصانع ومظاهرات واعتصامات عند مجلس الشعب ومجلس الوزراء، وكانت بتتلخص مطالب العمال في رفع الأجور والحوافز وتثبيت العمال المؤقتين وحتى تطبيق نصوص قانون العمل اللي هم اللي وضعوا رجال الأعمال والاعتراف بنقاباتهم المستقلة كطرف مفاوض مع أصحاب العمل ومع الحكومة. الاضرابات دي تقريبا كانت بتلعب دور كبير جدا وهي اللي مهدت لثوره يناير. المرحله الثانيه او الموجه الثانيه كانت اثناء ال 18 يوم اللي تم فيهم اسقاط نظام حسني مبارك او اسقاط حسني مبارك لان نظامه لسه ما سقطش. كانوا العمال من اول يوم 6 فبراير دخلوا في حركه اضرابيه كبيره جدا علشان ينصروا الثوره وعلشان ينفذوا او ياخذوا مطالبهم.
في الوقت ده كان مبارك اقل شفيق اقل نظيف وعين شفيق لرئاسه الحكومه، وقال في التلفزيون ان هو هينزل ان الشباب اللي في التحرير دول اخواتنا واولادنا وهننزل نوزع عليهم بونبوني وما عندناش مشكله خالص، خليهم قاعدين في الميادين واحنا هننزل نوزع عليهم بونبوني. اللي فاجئوا طبعا اللي فاجئوا انه لا الموضوع ما هوش ميادين، وتدخلت الحركه العماليه بقوه، وكان في اضرابات واسعه جدا في القطاعات الاستراتيجيه من الدوله. فطبعا المجلس العسكري خلف الستار والامريكان والصهاينه لقوا انه استمرار نظام حسني مبارك او استمرار مبارك على راس السلطه في مصر هيخلينا ندخل في سكه ثانيه، في سكه ثوره بجد، ثوره اجتماعيه شامله تقتلع النظام من الوجود. فقالوا طيب لا كفايه كده، احنا نضحي بحسني مبارك ويتولى المجلس العسكري اللي هو العمود الاساسي بتاع نظام حسني مبارك السلطه، والناس تروح نضرب صاروخين في الجو ونحتفل زي ما عايزين يحتفلوا كده، ونحتفل ونروح وكده تبقى الثوره انتصرت ونشغل الاغاني الوطنيه ونحافظ على النظام، نحافظ على مصالح الامريكان والصهاينه في المنطقه وفي مصر، نحافظ على مصالح رجال الاعمال، نحافظ على مصالح الفلول او اللي هم المستشارين ومدير الشركات في كل مناحي الحياه الاقتصاديه في مصر في المؤسسات العامه والقطاع الخاص. الحقيقه انه ونعترف انه جزء من شباب الثوري انخدع بالموضوع ده، وكتير منه فض الميادين وروح على امل انه في تغيير هيحصل. الوحيدين اللي ما بطلوش احتجاج هم كانوا الرومان، واللي كان يلاحظ انه الفتره من فبراير لابريل الحركه العماليه كانت مستمره وفي حاله تصاعد كبير جدا. وعشان كده نبص نلاحظ لو لازم نقرا جرايد تاني الفتره دي، السنه دي كلها لازم نرجع نجيب الجرايد فيها تاني. في مارس بدات حمله المجلس العسكري على الاضرابات العماليه باعتبارها بتعطل الانتاج وبتخرب الاقتصاد وبتدمر البلد. وبعدين في 12 ابريل اصدر قانون 35، اول قانون يطلعه المجلس العسكري. اول قانون يطلعه المجلس العسكري بعد طبعا المارشات العسكريه اللي كان بيطلعها لنا في صوره رسائل وبيانات، اول قانون يوقعه كان قانون 35 لسنه 2011 بحظر الاضراب واعتباره جريمه يعاقب عليها بالسجن او الغرامه 20,000 علشان يوقف الثوره، عشان يوقف ثوره العمال، واللي هي اكتشفنا بعد كده انه كان لازم زي ما العمال مكملين في المصانع كان لازم نكمل قصادهم في الميادين. بس معلش ملحوقه. بعد شويه طبعا هديت حركه العمال في ابريل على خلفية تقديم 22 عامل للمحاكم العسكرية، فصل وتشريد آلاف من العمال وتهديد البعض، وطبعا الحملة الإعلامية اللي بالظبط زي ما بتعمل دلوقتي مع شباب الثوري كانت ساعتها بتتعمل على العمال، بس كانش حد واخد باله ان هم بيخربوا الاقتصاد، وبالتالي كان كل اضراب يعملوه يبان قدام الناس ان هم ضد الثورة، وحتى اتهموهم ان العمال ضد الثورة. فهديت الحركة، لكن دايما كان بيحصل تبادل في الموجات ما بين العمال والشباب الثوري في الميادين. وجت موجه ابريل على خلفيه انه ما تمش تقديم اي من رموز النظام وعلى راسهم حسني مبارك للمحاكمه، وجت جمعه 8 ابريل والجمعه اللي بعدها لحد اعتصام 8/7 كانت موجات ثوريه حاصله في الميادين في كل مصر. وهو اعتصام 8/7، وطبعا كل الحاجات دي حققت يعني حققت نتائج ايجابيه، ان حسني مبارك اتحقق معاه واتحبس على ذمه قضيه، ودخلنا في موضوع المسرحيه بتاعت المحاكمه دي، ورجعت الناس للميادين تاني. بعد الموجه الثوريه اللي بدات في ابريل وتقريبا لحد اغسطس كانت الموجه العماليه الثانيه، وكانت في شهر سبتمبر اللي فات. شهر سبتمبر شهر 9 شهد اضرابات عماليه واحتجاجات شملت اكثر من 3/4 مليون عامل في كل مصر، وكانت قطاعات بتنسق مع بعض وبتنظم صفوفها وبتبدا تدخل في اضرابات واعتصامات. بعد موجه سبتمبر جت موجه نوفمبر الثوريه في الميادين وديسمبر اللي هي احداث محمد محمود ومجلس الوزراء. طيب في السنه دي بقى اللي بيحصل فيها موجات وتبادل ما بين الشباب الثوري في الميادين والعمال في المصانع، احنا كنا بنطرح دايما انه علشان الثوره دي تنجح لازم يبقى الميدان
والمصنع ايد واحده. مش هنقدر نكمل الثوره الا لما ده يحصل. طب ازاي بقى ممكن نعمل ده؟ العمال الحقيقه ايه اللي انجزه العمال في السنه ديت؟ على مدار السنه دي ايه اللي حصل في وسط الحركه العماليه؟ الحركه العماليه قدرت تحقق خطوات كبيره جدا لقدام خلال السنه دي. زي انه الحركه العماليه انشات اكتر من 150 نقابه مستقله. زي ان هي داست بالجزم على قانون حظر الاضراب الاصدار المجلس العسكري واكدت حقها في الاضراب والتظاهر والاعتصام، وان القانون ده ما خوفهاش، وان محاكمه العمال عسكريا ما خوفتش الحركه العماليه، واستمر حقهم في ممارسه حقهم في الاضراب. الحاجه الثانيه ان العمال بداوا ينظموا نفسهم على المستوى القطاعي. شفنا اضرابات شامله لكل المدرسين، شفنا اضرابات بتشمل كل مصانع السكر، شفنا اضرابات متزامنه لمصانع الانتاج الحربي. كمان الطيران المدني او العاملين في المطارات بداوا ينسقوا ويوحدوا حركتهم. تنظيم الصفوف ده اللي بدا في وسط الحركه العماليه ده كان من اهم المكاسب اللي قدرت تحققها الحركه خلال السنه اللي فاتت. قدرت ان هي تنتزع بعض المطالب الاقتصاديه زي رفع الاجور، زي اقاله مديرين او خلافه. وطبعا حققت حاجات مبهره. مبهره بالنسبه لنا كقوى سياسيه، كشباب ميادين، انه مثلا في بعض المواقع وعلى سبيل المثال مثلا مستشفى منشيه البكري، العاملين في المستشفى من اول الاطباء لحد الامن الاداري اللي ماسك البوابات شكلوا نقابه مستقله تدافع عن حقوق العمال والفنيين والممرضين والممرضات طبعا والاطباء. النقابه شملت كل العاملين في المستشفى. كان اول قرار للنقابه المستقله اقاله مدير المستشفى وانتخاب مدير للمستشفى بالاقتراع السري المباشر. وفي مصانع تانية زي الغزل والنسيج في المحله قدروا ان هم يقيلوا مجالس الاضراب. كان من المطالب السياسيه اللي رفعتها الحركه العماليه والمهمه جدا تطهير المؤسسات. لانه نظام حسني مبارك، وهنا ده اللي احنا بنتعلمه من العمال وبنحاول ننقله لزمايلنا الشباب في الميادين. ان احنا بنتكلم ده راس النظام بس هي اللي سقطت. طب مين اللي هيشيل الجذور؟ اللي هيشيل الجذور هم العمال. لان حسني مبارك موجود في كل مؤسسه، موجود في كل مصنع. العمال كان من ضمن مطالبهم السياسيه تطهير المؤسسات، تطهير المؤسسات من مجالس الادارات الحراميه، من المستشارين اللي بياخدوا بمئات الالوف من الجنيهات والملايين سنويا، تطهير المؤسسات من فلول الحزب الوطني واللي كانوا بيشتغلوا مخبرين عند امن الدوله على العمال في المصانع وبيخربوا حركتهم وبيفتنوا عليهم. كان مطلب تطهير المؤسسات ده مطلب سياسي مهم رفعوه العمال والموظفين في مصر في خلال السنه اللي فاتت. تم الاستجابه لجزء من ده، لكن طبعا السلطه الحاكمه متشبثه وبتدافع بكل قوه عن عناصرها. هو مين اللي هيحميهم؟ من دول خط الدفاع الاول. خط الدفاع الاول عن المجلس العسكري هو رئيس مجلس اداره الشركه. لانه ده اللي بيوقف حركه العمال، ده اللي واقف ضد مصالح العمال، ده بيدافع عن المجلس العسكري. المطلب الثاني السياسي اللي كان العمال رفعوه هو اصدار قانون الحريات النقابيه. العمال قبل الثوره اسسوا ثلاث نقابات مستقله، الضرائب العقاريه والمعاشات والفنيين الصحيين. وعلى دراعهم زي ما بيقولوا. وفي مواجهه لجنه السياسات وامن الدوله والحكومه والاتحاد الحكومي بتاعهم اتحاد حسين مجاور اللي نظم موقعة الجمل اثناء الثوره. وعلى امل انه يعني بعد الثوره يتم اصدار قانون الحريات اللي العمال ورجال الاعمال والحكومه ناقشوه ووافقوا عليه. لكن اللي حصل انه التعليمات زي ما يعني طلع وزير القوى العامله قال احنا بنعترف بالاتفاقيه الدوليه. لكن يظل القانون اللي بينظم النقابات في مصر قانون 35 اللي هو مفصل النقابات على مقاس الاتحاد الرسمي اللي هو دايما كان بيظل في خدمه السلطان زي ما قال من زمان قوي من الاربعينات عمنا عطيه الصرفي للقياده العمالي قال نقاباتنا في خدمه السلطان. هم عايزين الاتحاد عمال لا بيهش ولا بينش، بل بالعكس يشتغل ضد العمال، ينظم موقعات الجمل، يعمل كل حاجه ضد مصالح العمال مش معاهم. فرفض المجلس العسكري في نفس اللحظه اللي بتقدم له قانون الحريات النقابيه طلع قانون حظر الاضراب واعتبره جريمه، وحط قانون الحريات النقابيه في الدرج لحد اللحظه دهيت القانون ما صدرش. على الناحيه الثانيه طبعا في 200 نقابه مستقله بتتبني، ما هو العمال مش هيستنوا لما يتفضلوا عليهم ويطلعوا لهم قانون. ف
النقابات المستقله فرض امر واقع على الارض تحارب بكل الوسائل، ولكنها بتحاول تحافظ على نفسها عشان تدافع عن مصالح العمال. كان من ضمن المطالب اللي رفعتها الحركه العماليه خلال الفتره اللي فاتت مطلب الحد الادنى للاجور. ومطلب الحد الادنى للاجور هو مش مطلب اقتصادي، هو مطلب سياسي. اما انا بتكلم عن حد ادنى للاجور على المستوى القومي ده مطلب سياسي، لانه ده هيخصم من مصالح السلطه الحاكمه ورجال الاعمال بتوعها، لانه هيوحد الحركه العماليه على مطلب. لما الحركه العماليه تتوحد على هدف واحد ده بالنسبه لنا مطلب سياسي. هما دايما عايزين يفرقوا العمال. فرقوا العمال ازاي؟ يجي في المصنع يقول دول مسلمين ودول مسيحيين مثلا، او يقول انه الفنيين غير العمال، او القطاع الفلاني مثلا. لو خدنا نموذج الحديد والصلب في حلوان مثلا، يقول لك لا لا لا، بتوع الصلب الجديد غير بتوع الصلب القديم. فيفشل في دي، فيقول لك لا، عمال بحري وعمال قبلي. قال كده، ده في حاجات مهازل يعني، يقول لك عمال بحري وعمال قبلي، تكتل بقى عمال قبلي ضد عمال بحري او شرق وغرب، ويعملوها في الانتخابات النقابيه بتوع الصف واطفيح والعياط، يعملوا تكتل في الانتخابات، وبتوع حلوان والتبين والمنطقه دي يعملوا تكتل تاني. فكانه العمال في حاله صراع مع بعض. يسيب التقسيم الداخلي جوه المصنع يعمل تقسيم تاني، يقول لك اصل عمال النسيج دول عددهم كبير، فما ينفعش اسويهم بالاجور بالعاملين في الكهرباء، لان الكهرباء دي يعني عددهم قليل، او العاملين في قطاع تاني. يبدا يقسم حركه العمال. العكس ده ممكن يقلب العمال نفسهم على بعض، انه يقول ان بتوع النقل العام مثلا اللي عاملين اضراب، فيقول للموظفين انتوا مش عارفين تيجوا الشغل لان عمال النقل العام عاملين اضراب، فمعطلينكم عن العمل ده. فالموضوع تقسيم العمال ده كان بيتم طول الوقت. العمال بيحاولوا ان هم يوحدوا الحركه بتاعتهم. كان من المطالب السياسيه برضو اللي رفعها العمال خلال الفتره اللي فاتت، وفي الحقيقه هو من اهم المطالب السياسيه، استرداد الشركات اللي خصخصها حسني مبارك وكان زوري. كان زوري باع 128 شركه اللي هو رئيس وزراء بعد الثوره، رقم 2 بعد احمد نظيف، رقم 2 بعد احمد نظيف، العمال بيصححوا لي. فهو مهندس الخصخصه، وهو اللي كان شكل اللجنه اللي كانت هتبيع المصانع، وكان حط على راسها عاطف عبيد. بس هو كان عايز يبيع بس بشكل ابطا شويه، فقالوا له لا لا لا، لجنه السياسات الجديده ورجال الاعمال الجدد بتوع جمال مبارك قالوا له انت ما تنفعش، انت بقيت عامل زي خير الحكومه القديم، انت هتقعد تمشينا بقى بالبتاع كرو، اركن انت هات لنا عاطف عبيد، خلصنا الموضوع ده حته واحده كده. يعني ايه زي ما بيقولوا لط، العمال يقول لك ده لط كده على بعض، القطاع العام ده يبيعوا على بعض حته واحده. فبداوا يبيعوا المصانع بحجه ان هي بتخسر. طيب احنا بعنا 12 شركه اسمنت، شركات الاسمنت بتخسر؟ باعوا شركات الاسمنت اللي بتكسب مليارات، واللي دلوقتي بيبيعوا اسعار، بيبيعوا لنا باسعار اكتر من الاسعار العالميه الاسمنت. باعوا شركات الكيماويات والغزل والنسيج، خصخصوا تقريبا، بيروح لبلاش لاسرائيل معظم الشركات، معظم الشركات باعوها، جزء منها اتفكك واتحل المكن بتاعه بقرار امريكاني، زي المراجل البخاريه اللي كانت بتعمل الغليات اللي بتدخل في محطات الكهرباء، وممكن تدخل في محطات الكهرباء اللي بتشتغل بالطاقه النوويه، واللي ممكن توفر كهرباء وطاقه كتيره جدا كبيره لمصر. فباعوا الشركات. ايه اللي ترتب على بيع الشركات؟ انه واحد مستثمر اشترى شركه فيها 24,000 عامل، يقول لا لا لا، من الكلام ده ما ينفعنيش، 12,000 بره على المعاش المبكر، انا هشتغل ب 12,000 بس، ويطلع نص العمال على المعاش المبكر، يديهم 50,000 جنيه، العامل يخرج طب يشتري بيهم تاكس، ولا يفتح بيهم كشك، ولا يعمل ايه؟ يترمي في الشارع في طابور البطاله مع طوابير البطاله اللي موجوده. فترتب على العمليات الخاصه دي تشريد مئات الالاف من العمال في الشارع. فكان لابد ان العمال تدافع عن مصانعها وتحاول ترجعها تاني. وكانت في اعتصامات بالفعل لعوده الشركات من قبل الاحكام القضائيه اللي صدرت مؤخرا من مجلس الدوله، واللي هي بتفضح الموضوع ان ده ما كانش خصخصه، ده كان عمليات فساد بيقودها جمال مبارك وعاطف عبيد وكمال الجنزوري، وعلى راسهم حسني مبارك والمشير، وده كان عمليات فساد
وتفكيك منظم لكل وسائل الانتاج كل مصانع المهمه في مصر وادوها لرجال الاعمال. الناحيه الثانيه فتحوا لهم المدن الجديده يشتغلوا فيها ويحتكروا صناعات الحديد وغيرها. طيب دي كانت المطالب السياسيه. طبعا كان في مطالب اقتصاديه متعلقه بتحسين الاجور وبالحوافز وبالارباح وغيرها من المطالب. المطالب دي رغم اهميتها الكبيره لحد دلوقتي يعني ما تنفذش جزء بس تنفذ منها ولسه الحكومه ما نفذتهاش. طيب هي المشكله فين؟ احنا شلنا حسني مبارك وجمال مبارك ونظيف حكومه نظيف وبعدين حكومه شفيق وبعدين حكومه شرف وبعدين جتنا حكومه جنزور. المشكله فين؟ المشكله انه احنا ما هوش في شخص رئيس الوزراء. المشكله النظام اللي احنا كلنا عايزين نسكته. نظام رجال الاعمال اللي بيملكوا كل حاجه في مصر. بيملكوا تقريبا كل حاجه في مصر. شعب المصري ما بيملكش اي حاجه في الدوله اللي احنا بنعيش عليها اللي هم بيقولوا عليها عايزين نحافظ على دولتنا. احنا عايزين دوله بس عايزين دوله بتاعتنا. الدوله اللي موجوده دي مش بتاعت اي حد من الشعب المصري. لو هي دولته مش هتفقره وتجوعه وتطرده من المصانع. اللي بيحصل انه السلطه الحاكمه ورجال الاعمال اللي في ايديهم كل ثروه البلد بيحافظوا عليها. والثروه دي في مصلحتهم بتاعتهم هي بتاعتهم الشخصيه مش هيدوا للعمال حاجه. فلازم السلطه الحاكمه دي كلها تتشال. لازم نبني نظام جديد. النظام ايه هو النظام؟ اللي هو واقف عقبه قدام مطالب العمال هو ببساطه شديده مصالح رجال الاعمال اللي بيطلق عليها الراسماليه المصريه. ده النظام اللي المفروض يقع، مفيش اي نظام تاني. وكل اللي بيحميه الراسماليه المصريه واللي بيحموها في نفس الوقت. لانه النهارده لما تبقى الشركات العمال عايزين يرجعوها والقضاء بتاعهم بيطلع احكام علشان ترجع وهم يقول لك لا مش عايزين المصانع. اي دوله واي نظام القضاء بيقول له خد خمس مصانع يقول انا مش عايزهم، انا مش عايز المصانع. لانه دول رجال اعمال هم عايزين يفككوا الشويه اللي فاضلين ويبيعوهم وياخدوا بقى البطاله والشباب. طبعا العمال القدام يتحطوا في طابور المعاش المبكر والشيخوخه اللي شفنا الفيلم بتاعها وبعدين ياخدوا بقى من طوابير البطاله على مناطق الاستثمار الجديده في عمليه الاستعباد اللي هم مفيش تامينات اجتماعيه مفيش اجور مفيش اي حاجه وشغل اكتر من 10 ساعات واستنزاف لصحه العمال وافكارهم. اللي محتاجين نسكته فعلا هو الراسماليه المصريه واللي بيحموا الراسماليه المصريه دول اللي محتاجين نوقعهم. وعلشان نعمل ده لازم الميدان والمصنع يبقوا ايد واحده. زي ما العمال خدوا خطوات مهمه في تنظيم نفسهم عن طريق تنظيم القطاعات المختلفه زي قطاع البترول او قطاعات النقل او قطاعات زي السكر، محتاجين ناخد خطوه كمان. محتاجين نوحد كل عمال مصر في لجان وروابط. لازم العمال يتضمنوا مع بعض، وعلى شباب الميادين انه يتضامن مع العمال ويربط مع حركتهم. في اخر موجه ثوريه اللي هي موجه نوفمبر، ودي نقله على فكره، الشباب اللي كانوا في الميدان كنا دايما نقول لهم ايه العمال هم الحل، العمال هم الحل، فجم في موجه نوفمبر فين العمال؟ قلنا لهم هو يا جماعه العمال كانوا عاملين في سبتمبر برضه كانوا بيقولوا فين شباب الثوره. فاحنا محتاجين نعمل الرابطه دي، نعمل رابطه الميدان والمصنع يبقوا ايد واحده علشان نسقط النظام اللي بيقتل الشباب في الميادين وبيجوع العمال اللي هم العمال دول هم يعني ولادهم هم اللي موجودين في الميادين. ما هو مين اللي في الميدان؟ ابن العامل هو اللي موجود في الميدان، ولاد البهوات ما بيروحوش الميدان، ولاد البهوات بيروحوا صرايد العباسيه اللي محتاجين فعلا في الفتره اللي جايه ان نبدا تتشكل لجان عماليه، لجان للتضامن العمالي يبقى فيها الشباب الثوري وفيها قيادات العمال في المناطق المختلفه. نبدا زي ما خدنا خطوه في تنظيم نفسينا في قطاعات ننظم نفسينا على مستوى كل مصر ونتجمع مع بعض كعمال وشباب. اخر حاجه يعني هحكي حكايه قديمه علشان احنا نتعلم من خبرات الحركه العماليه.
وبتبين لنا نقدر نعمل ايه في الفتره اللي جايه. في الاربعينات كان العمال بياخدوا اضرابات وبيعملوا نفس الحاجه، بيعملوا نقابات مستقله في المصانع، بس كان ساعتها رجال الاعمال كانوا انجليز معظمهم واوروبيين الخواجات وكان اللي ساعتها الاحتلال الانجليزي موجود في مصر، كل العمال ما يعملوا اضراب طبعا صاحب الشركه خواجه انجليزي، كان بيجي الجيش الانجليزي يحاصر المصنع ويبدا يتحرش بالعمال او يقبض عليهم او حتى يضربهم بالنار. في نفس الوقت كانوا الطلبه بيطلعوا من الجامعات ومن الاحياء يعملوا مظاهرات ضد الاحتلال الانجليزي. فالهدف واحد، احنا عايزين نشيل سلطه الاستغلال والاحتلال من البلد. فبدات تشكلت في وسط الحركه العماليه والحركه الطلابيه في الاربعينات اللجنه العليا للطلبه والعمال، وكان هدفها ازاحه كل صور الاحتلال والاستغلال عن مصر. وده احنا محتاجينه، محتاجين نتعلم منه ازاي قدروا الشباب رغم ان كانش في ثوره كان في حركه وكل حاجه، بس قدروا العمال مع الطلبه يشكلوا ايد واحده ضد رجال الاعمال الانجليز والمستثمرين الانجليز في المصانع وقوات الجيش الانجليزي في الميادين. احنا محتاجين في الفتره اللي جايه يبقى العمال والشباب يوحدوا نفسهم ويبقى الميدان والمصنع ايد واحده فعلا. شكرا.